السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي طلاب الثالثة ثانوي. معكم أنا ميس سندرا على قناة شوية إنجليزي. النهاردة بإذن الله مع تاني حلقة من حلقات مراجعة نصف المنهج. النهاردة الحلقة التانية، الجزء التاني. الحلقة الأولانية بإذن الله رجعنا فيها مع بعض ال key important vocabulary، ورجعنا فيها مع بعض أيضا ال definitions التعريفات لأهم الكلمات. الحلقة دي هنعمل ايه مع بعض؟ هنتناول مع بعض ست عناصر اللي هم الكوليكيشن، المتلازمات اللفظية، سينونيمز اللي معاني الكلمات، انتونيمز المضاد والعكس بتاعها، derivatives الاشتقاقات، idioms اللي هي المصطلحات، وprepositions حروف الجر سواء مع عبارات او مع اسماء او غيرها. طيب بإذن الله الحلقة دي بعد ما ننهيها يبقى احنا كده انت رجعت على المنهج بتاعك كامل ما عدا الجرامر. الجرامر بإذن الله هيكون له حلقتين، نصف منهج أولاني ونصف جرامر تاني. من بعد ما تقفل الحلقتين دول بإذن الله هيكون معاك مجمل أربع حلقات. بعد الأربع حلقات دول يبقى أنت كده الست وحدات بتوع الترم الأول معاك وضامنهم في جيبك بإذن الله. طيب يلا كده نسمي الله ونتوكل على الله. لو أنت أول مرة تشوفني أعمل اشتراك في القناة، ولو أنت متابعني فشير القناة على كل أصحابك ودفعتك. يلا نتوكل على الله. طبعا إحنا أخدنا الـ key important vocabulary، بعد كده هناخد ايه definitions. الناس اللي هتسأل وتقول الجزئيات دي هتكون متاحة بي دي اف او هكذا، كل جزئية من دي هتكون متاحة بإذن الله بي دي اف في الوصف بتاع الفيديو. وايضا في الفيديو ده انا هسيب لك برضو اللينك بتاع الجزء الاولاني او الحلقة الاولى من المراجعة، وعشان تقدر انك تتابع المراجعة من اول. النهاردة بإذن الله هنشوف ايه مع بعض؟ هنشوف الverbal collocations، المتلازمات اللفظية مع الافعال. هيجيب لي كل فعل يا ولاد، وهيجيب لي collocations المفروض ان هي تيجي معاه، فركز معايا كده. بدأ بالفعل avoid. avoid احنا عارفين انه يتجنب. طيب لو عايز اقول يتجنب التحيز، دي كلمة مهمة جدا اول موجودة عندي في المنهج، يبقى avoid prejudice. عايز اقول يتجنب القيام بشيء معين يبقى avoid doing. وخلي بالك الفعل avoid لو جه بعده فيرب فالفيرب اللي بعده مضاف له ان جي. عايز اقول يتجنب الاثار السلبيه يبقى avoid the negative effects، يتجنب اثار سلبيه. avoid burn out، يتجنب الانهاك. الاربع كلمات دول اربع كلمات مهمين وموجودين عندي في المنهج. يدخل بعد كده على الفعل become. become اللي become the main source of، يصبح المصدر الرئيسي لي. become the main source of. become a particular، اصبح عملي، يصبح عمليا. become addicted to، يصبح مدمن لي. addicted to. become more productive، يصبح اكثر انتاجا. become more productive. بعد كده الفعل دو، خلي بالك من الفعل دو لان بيجي معاه كوليكيشنز كتيره جدا. قال لي دو ان اوبريشن، يجرى عمليه جراحيه اللي هي carry out، واللي هي بيرفورم ايضا يؤدي عمليه جراحيه. دو ا بروجكت، يقوم بدراسه او ببحث. دو سيجن اللي هي السيشن، يقوم بجلسه. دو ستادي، يقوم بدراسه. دو ا تاسك اللي هو يؤدي مهمه. دو ان اكتيفيتي، يمارس نشاط. دو اميزنج جوب، يقوم بعمل رائع. دو ان اكسبيرمنت، يجري تجربه. ودو اكزامز، يحل امتحانات. بعد كده دو اكسرسايز، يعمل تمارين. دو جود ورك، يقوم بعمل جيد. دو هوبس، يمارس هوايات. يماطل اللي نقول عليها دو برو procrastination. do procrastination اللي هو يماطل ويعني يطول باله يعني. do revision، هيراجع. do research، يقوم ببحث. do sports، يمارس رياضة. do the best you can، يبذل أفضل ما لديه، أكثر ما بوسعه. do will، يؤدي بشكل جيد. جيد. بعد كده ندخل على الفعل feel. الفعل feel، feel good، يشعر بأنه خير. feel afraid، يشعر بالخوف. feel lonely، يشعر بالوحدة. وfeel like، يرغب فيه. feel like، يرغب فيه. feel frustrated، يشعر بالإحباط. frustrated. very exhausted، يشعر بالإرهاق. feel positive، عنده شعور إيجابي. feel free to، معناها لا تتردد فيه، يأخذ راحة من، معناها ان هو معاه كامل الحرية. بعد كده الفعل get. فعل get برضو من الأفعال اللي بتاخد collocations كتير. get lost، يدوه، يضل طريقه. get a job، يحصل على وظيفة. get angry، يبقى غاضب. get anxious، يتوتر. get better grades، يحصل على درجات أفضل. get better organized، يصبح أكثر تنظيما. better organized. get cross with، يخاصم. get tired، يتسخ. بعد كده يجي الفعل اللي هو اسمه get distract، يتشتت. get distract. get enough sleep، ينام بشكل كافي. get regular updates، يحصل على تحديثات. get regular updates. get stressed about، يتوتر. get the same result، يحصل على نفس النتائج. get together، يتلقى، يلتقي ويتجمع بسبب الفعل meet. get very impatient، ينفي الصبر. get very impatient. get wet، معناه يصيبه البلل. بعد كده الفعل give.
الفعل جيف من ضمن الكوليكيشنز اللي بياخد معاها ايه؟ جيف ليكتشر يحاضر، يعطي محاضره، جيف ريزونز يعطي مبررات، جيف كونفيدنس يمنح الثقه، جيف ا بريزنتيشن يقدم عرض، جيف ان اكسبلينيشن يقدم تفسير، جيف ايفيدنس يقدم الدليل او يبرهن. بعد كده الفعل هاف، خلي بالك برضو من الافعال دي، هاف ان كومون لديه شيء مشترك، هاف ان او ان ايه بيج امباكت له اثر كبير، هاف ان ايموشنال افكت له تاثير، ممكن يكون ايموشنال عاطفي، ممكن يكون نيجاتيف، ممكن يكون بوزيتيف وهكذا، هاف ان ايموشنال افكت اون، هاف ا بيك ياخذ استراحه، هاف ا توك اباوت يتحدث عن، هاف ا بوزيتيف افكت لديه تاثير ايجابي على، هاف ان اكسيدنت يتعرض لحادث، هاف كنترول اوفر لديه تحكم فيه. have a copy of لديه نسخة من، have a difficulty يواجه موقف بصعوبة، have a memory of يتذكر، have a problem with عنده مشكلة، have a social responsibility عليه مسؤوليات اجتماعية social responsibility، have fun يستمتع ويمزح، have interest access عنده إمكانية دخول على الإنترنت أو على أي program، have negative effects أثار سلبية ولسه واخدينها برضه positive effects، have virtual meeting عنده اجتماع افتراضي، have back يستعيد ويسترجع. بعد كده الفعل make، قال لي make important او make contribution يقدم اسهامات هامه، make progress يحقق تقدم، make a big difference يحدث فرق كبير، make a decision هيقرر، make a film ينتج فيلم، make a list of يعيد قائمه، make a list of، make a lot of money يكسب اموال، make speech يلقي خطبة يا ولاد، make a study plan يعمل خطة استذكار واحدة لخمسة، make a summary of الواحدة لخمسة برضو يعمل تلخيص، make a changes to الواحدة التانية يعمل تحديثات او تغييرات، make every effort يبذل قصارى جهده. بعد كده بيجيني ايه يا ولاد، make history يحقق تاريخ، مش هيصنع لنا تاريخ، يعني مش هيعمل لنا مادة تاريخ، لا يحقق شيء كويس يعني بنقول عليه make history يحقق مجد، make it clear ذات يوضح أنه، make medical treatment يقوم بالعلاج الطبي، make noise يعمل دقيق، make notes on يسجل ملاحظات عن، make notes on، make predictions يعمل تنبؤ، make suggestion about يقدم اقتراح بخصوص، make suggestion about، make sure يتقين ويتأكد، make the best of معناه يحسن استغلال، make the situation worse يجعل الموقف أسوأ، make time for يوفر الوقت، make eye contact يعمل تواصل بصري انك تبص للشخص مباشرة. الفعل receive، receive a punishment for يتعرض لعقوبة، receive warning from يتلقى تحذيرات، receive a big reaction يحصل على مردود قوي، receive a scholarship معناه يحصل على منحة دراسية، share collocations الفعل share، share knowledge with معناه يتبادل المعلومات، share in social media يشارك على وسائل التواصل الاجتماعي، share screen يشارك الشاشة، share documents يشارك ويعرض وثائق. الفعل take place يحدث بتساوي فعل happen، take a course يأخذ مقرر تدريب ياخد course، take a photo يلتقط صورة، take a photo، take place يحدث، take a course يعمل مقرر تدريبي، take a photo يلتقط صورة، take a different approach يتخذ نهجا مختلفا، خلي بالك من كلمة approach دي بتتكرر كتير وعندنا في المنهج، take a rest يأخذ استراحة، take exercise يتمرن، take care of يراعي ويعتني بيه، take responsibility for يتولى مسؤولية، take some snacks يتناول وجبات خفيفة، take action يتصرف، take control of يتحكم فيه، take a break يأخذ استراحة، win a scholarship يفوز بمنحة دراسية، win the chance يحصل على فرصة، when running races يفوز بسباقات الجري، when an award يفوز بجائزة. بعد كده other collocation، accept change يقبل بالتغيير، achieve first يحقق الريادة يطلع الأول، assess productive levels يقيم مستويات الإنتاجية، attach a document يرفق وثيقة، attend school يدرس في مدرسة، be a big inspiration to يكون مصدر كبير للإلهام، مصدر للإلهام والسبورت الدعم، be embraced in يندمج فيه وينهمر فيه وينغمر فيه، embraced embraced. طيب brainstorm ideas يقوم بالعصف الذهني للأفكار، break down stereotypes and prejudices يحطم الأفكار النمطية والتحيز، bring benefits bring benefits يجلب منافع، bring benefits يجلب منافع، bring attention to معناه يلتفت الانتباه، bring together يجمع ويضم، catch up with your work معناه تلحق بعملك، catch up الوحدة الخامسة، manage time يدير الوقت، miss school يتغيب عن المدرسة، monitor your health fitness تراقب صحتك ولياقتك، move house ينتقل من بيت لآخر، obtain a PhD معناه يحصل على الدكتوراه، offer a position يمنح ويعرض وظيفة، overcome يسيطر ويتغلب على the difficult الصعوبات and prejudices والتحيز والتفرق العنصري، on rights to يمتلك حقوق، pass a driving test يجتاز اختبار القيادة،
باس اكزامز يجتاز الامتحانات، بي لارج سام اوف ماني يدفع مبلغ كبير من المال، بي ان اتنشن تو معناها يولي اهتمام، ريسيف تشينج يلاحظ التغيير. بعد كده ولاد بولي كوز سيريس دامج تو يسبب ضرر جسيم، كوز بارن اوت يسبب انهاك وتعب ونفس طاقه، كوز اتشينج معناها يسبب تغيير، تشيك ذا انترنت كونكشن يتحكم الاتصال بالانترنت، كومبنسيت فاينانشالي يعوض ماليا، كومبنسيت خلي بالك من التركيبه دي، كومبنسيت فاينانشالي، كرييت اوبريشنز معناه يخلق فرص، كرييت ستادي سيستم يبتكر نظام استذكار، كات اوبن معناه يفتح ويشك، ديفي بريجيديوس يتحدى التحيز، وديفي ستيريوتايبس يتمرد على الصوره النمطيه والتكراريه، ديموند باتري باي يطالب باجر افضل بيتر باي، ديفولب كي سكالز يطور مهارات اساسيه، ديفولب ا نيو ابروتش يطور نهج جديد، ديفولب ا برينتنج بروسيس يطور طريقه طباعه، discover يكتشف new cares اكتشافات علاجات جديدة، discover new ideas يكتشف افكار جديدة. بعد كده يجي لي perform يؤدي operation وخدناها قبل كده do carry out، perform tasks يؤدي مهام، play music يعزف موسيقى، prepare presentation يقدم عرض ويجهز عرض تقديمي، present a view يقدم رأي، present an idea يقدم فكرة، promote an importance of يعزز اهمية، button place يضع في المكان الصحيح، button prison يضع في السجن، button order يرتب، raise a question يطرح سؤال يطرح موضوع، raise productivity يرفع الانتاجية، raise efficiency يرفع الكفاءة، reach a long term goal يحقق هدف يحقق هدف على المدى الطويل، reach a conclusion يصل لاستنتاج نهاية، recognize her contribution to يعترف بإسهاماتها، recognize ياخد حرف الجر to her contribution اسهاماتها او ممكن نقول his او هكذا. اللي بعده draw man minds يرسم خرائط ذهنية الواحدة الخمسة، draw minds maps، draw conclusion يرسم او يصل لاستنتاج، email information يصل معلومات يرسل معلومات، email the students يرسل الطلاب، experience stress يواجه ضغوط، experience او burn out يتعرض لانهاك وتعب، explain why يوضح السبب، find a chance for يجد فرصة لي، focus attention on يركز الاهتمام على، follow the correct route او route يأخذ المسار الصحيح، follow advice يعمل بالنصيحة، generate electricity يولد كهرباء، go back يعود للوراء، go down ينخفض ويهبط، highlight the problem يبرز المشكلة، highlight important details يظلل ويبرر التفاصيل المهمة، reduce stress يقلل الضغط، reflect the stereotype يعكس الصورة النمطية، require strength concentration require يتطلب تركيز، و require strength يتطلب قوة، Ryan the surprise يدمر المفاجأة، save lives ينقذ حياة، send by air ينقل بالطائرات، send by ship ينقل بالسفن، set an unrealistic goal يصنع هدف بس unrealistic غير واقعي، لكن كلمة realistic هتبقى واقعي عكسها نحط لها on، set an alarm يضبط المنبه، show online يعرض على الانترنت، show how to يوضح كيف، show how to show the client in يظهر وجود نقص فيه، solve complicated problems يحل مشكلات معقدة، sound like يبدو sound like، spread false information ينشر أخبار كاذبة، آخر صفحة معايا في الكوليكيشنز، identify the reasons يحدد السبب، identify immerse the audience معناه يستحوذ على انتباه الجمهور يعني يجذب انتباههم بدرجة كبيرة، الفعل improve يحسن، improve health care يحسن رعاية صحية، improve well-being يزيد من السعادة، improve productivity يحسن من الانتاجية، increase awareness of يرفع الوعي بتاع الأشخاص، install a software ينصب برنامج، introduce a technology يقدم تكنولوجيا، invent a story يؤلف قصة، invent a technology يخترع تكنولوجيا، keep up to date with معناها يواكب، keep a diary معناها يسجل مذكرات، طب الفعل look real يبدو حقيقي، look exhausted يبدو منهكا، look into possibilities يبحث وتحقق من الامكانيات، lost the race يخسر السباق. بعد كده يجي لي هنا stay healthy يبقى بصحة جيدة، stay in touch with يبقى على تواصل مع، study to very high level يدرس حتى مستوى متقدم، suggest solution يقترح حل، suggest special technique يقدم تقنية يقترح تقنية خاصة، support your opinion يدعم فكرتك، survive يبقى حيا، survive extreme
temperatures يبقى حيا في ظل درجات الحرارة المتطرفة. تيل ستوري اوف يحكي قصة. تيل ذا ميديا يخبر وسائل الإعلام. تيل تو دو معناه يخبر بأن يقوم ب. تراي يور بيست تبذل ما بوسعك. ان ميوت مايكروفون يلغي كتم الصوت. يوز جرين تكنولوجي يستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة. يوز استراتيجي يستخدم خطة أو استراتيجية. فاري ستادي هابتس معناه يغير عادات المذاكرة. violate copyright او violate law ينتهك قانون حق النشر. لحد هنا او حد الدقيقة 15 او اول ربع ساعة من الفيديو اخدنا الكوليكيشنز. يلا نشوف السينونيمز المترادفات. approach معناها attitude و method. approach لو هي طلب معناها proposal. approach يد من لو هي verb معناها go nearer او come near. artificial اصطناعي يبقى زيها synthetic او unnatural. artificial لو مختلق يبقى pretended او false. assess يقيم يبقى زيها analysis و judge و evaluate. balanced متوازن زيها fair و unbiased و object. bar graph زيها bar chart او diagram رسم بياني. bias تحمل وتحزب وتحيز زيها prejudice او partiality الاحزاب او المحزوبية. causality حالة وفاة بتساوي كلمة mortality أو death الوفاة. بعد كده causality لو هي ضحية أو متضرر يبقى victim أو sufferer معاني. causality لو هي قسم الطوارئ causality يبقى emergency. sheet غشاش يبقى cheater أو deceiver متلقي. compensate for يعوض بتساوي make up for. competitive تنافسي بتساوي كلمة reasonable أو moderate أو economical. complicated معقد بتساوي complex. confidence الثقة بتساوي trust و belief reliance. conquer يهزم بتساوي defeat أو beat. conquer يغزو بتساوي occupy أو size. conquer يتغلب على بتساوي overcome. cross غاضب وساخط بتساوي angry و annoyed. carol قاسي بتساوي savage أو inhuman أو barbaric. تمام كمل بقية الكلام معايا. decline ينخفض بشدة بتساوي reduce أو decrease. decline ينهار بتساوي كلمة deteriorate. decline يرفض بتساوي turn down أو reject أو refuse. defy يتحدى بتساوي challenge أو resist أو disobey. demand يطالب call for أو ask for request. درجة عقار بتساوي كلمة medicine. efficiency كفاءة بتساوي كلمة effectiveness أو productivity أو competence. exhaust منهك بتساوي worn out. gram بيحدد طباع بتساوي be bad tempered أو irritable. immerse يغمر في سائل بتساوي كلمة submerge أو sink أو soak. immerse ينغمس وينشغل بتساوي involve. بعد كده implement اللي هي الأداة اللي هي تبقى tool و judged. implement يطبق وينفذ بتساوي كلمة يا ولاد execute أو apply أو carry out. improve يحسن make better أو enhance. improve يتحسن get better أو become better أو develop. inaccurate خاطئ وغير دقيق يبقى بتساوي كلمة inexact أو imprecise أو incorrect wrong. innovative ابتكاري بتساوي كلمة innovatory أو advanced. install يثبت بتساوي كلمة set up. install يركب بتساوي bot أو position لو يركب يساوي يثبت جهاز. look into يتحقق من بتساوي كلمة investigate أو explorer أو research. mental ذهني وعقلي بتساوي كلمة intellectual أو psychological. misleading مضلل بتساوي كلمة deceptive أو confusing أو deceiving false. mute صامت بتساوي silent أو very low. آخر صفحة معايا في السينما المعاني. ناطي شقي ومشاغب يبقى badly behaved أو disobedient. ناظي متطفل. ناظي بتساوي كلمة curious متطفل أو spaying ودول بيبقوا الأطفال. occur يحدث بتساوي كلمة happen أو take place. omission الحذف بتساوي كلمة deletion أو leaving out أو exclusion. operation عملية جراحية بتساوي كلمة surgery. patient صبور بتساوي كلمة far peering أو event separated. prejudice انحياز وتحامل بتساوي bias أو partiality أو discrimination. procrastinate يثوف ويماطل بتساوي كلمة but of أو postpone أو delay. productive مبدع وخلاق بتساوي كلمة inventive أو creative. productive مثمر ومنتج بتساوي كلمة useful أو fertile أو fruitful مثمر. progress تقدم بتساوي كلمة advance أو advancement أو development. raise بتساوي increase. raise بتساوي لو هي رب يبقى bring up. raise لو يحسن يبقى improve.
رايان يدمر يبقى destroy او wreck، سكولد يعنف ويوبخ وبتساوي كلمة punish او tail off، stress اجهاد وضغط بتساوي pressure، switch يغير بتساوي change، switch on بتساوي turn on و switch off بتساوي turn off، vary ينوع زي change و diversify او modify alter، vary يتنوع بتساوي كلمة differ او change، violate بتساوي كلمة break او disobey، win force بتساوي كلمة triumph او victory. لحد هنا واخدنا تمام اول 20 اول 5 دقايق بعد ال 15 اخدنا المترادفات. تاني 5 دقايق هناخد الانتونيمز اللي هي المتضادات. من اول الدقيقة 20 هنبدأ مع بعض الانتونيمز المتضادات يا ولاد. بيقول لي كلمة approach معناها عكسها leave يغادر، artificial يبقى natural طبيعي، artificial لو مختلق يبقى genuine حقيقي، balanced يبقى based او partial او imbalanced، beat يبقى عكسها lost، pies يبقى عكسها objectivity واقعية، fairness حيادية، و impartiality اللي هي عدم المحزوبية، competitive تنافسي يبقى uncompetitive، complicated معقد يبقى easy و simple، confidence ثقة يبقى distrust او doubt او uncertainty، conquer يغزو يبقى lost ينهزم لي، conquer يغزو يبقى liberate يحرر، conquer يتغلب على يبقى yield to او give up to يستسلم، cross غاضب يبقى cheerful و pleased شخص بشوش وسعيد ومرح، careful قاسي يبقى kind و merciful، decline يبقى عكسها increase، decline يبقى عكسها flourish، decline يبقى عكسها accept يقبل، defeat يتحدى يبقى surrender او give up، بعد كده defeat لو هي يخالف ويعصي يبقى obey و follow يطيع، efficiency يبقى inefficiency او incompetence، equality المساواة يبقى inequality او prejudice، gram بيحدد الطباع يبقى good natural، improve يحسن يبقى worsen او impair يضعف، improve يتحسن يبقى worsen او deteriorated يتفاهم او يتفاقم او ينهار، inaccurate خاطئ يبقى accurate او exact، install يثبت يبقى remove او uninstall، intelligence ذكاء يبقى stupidity غباء، join ينضم الى يبقى leave يغادر، majority اغلبية عكسها minority اقلية، male يبقى عكسها female، mental يبقى عكسها physical، naughty يبقى مشاغب عكسها good well behaved و obedient، omission يبقى عكسها addition او inclusion، patient عكسها impatient، pirated مقرصن يبقى genuine او legal، productive مبدع يبقى unproductive، productive مثمر يبقى unproductive او sterile، بروموت يرقي يبقى ديموت ينزل الدرجة او يخفض الرتبة، ريز يرفع يبقى lower او reduce، راين يدمر يبقى restore او save، safety يبقى danger او risk، scold يبقى praise او compliment، significant هام وذو مغزى يبقى insignificant، stress اجهاد وضغط يبقى relaxation الراحة، switch off يبقى turn on او switch on، vary يبقى agree، violate يبقى comply with او respect او follow يحترم يطيع، when يفوز يبقى عكسها was، lose يخسر. طيب لحد هنا تمام المعنى والعكس. بعد كده ندخل في derivatives المشتقات. verb فعل، noun اسم، adjective صفة، adverb صرف. اول كلمة معايا بيقول لي accuracy، accuracy اللي هي الدقة، عايز اجيب العكس منها احط لها انت بين accuracy دقيق او مضبوط صفة accurate، طب خاطئ inaccurate، طب بدقة accurately. اللي بعدها announce يعلن ويقر، يجي منها announcement بإضافة immunity إعلان، announcer الشخص المعلن أو المذيع، unannounced سري وغير معلن، unannouncedly سرا أو بشكل غير متوقع، approach معناها يدنو يقترب من، approach نهج وطريقة، approachable ودود لين الجانب، assess يقيم يقدر، assessment تقييم، assessor اللي هو الشخص المقدر أو المقيم، award يمنح جائزة، award الجائزة نفسها، awardee الشخص اللي هو فائز بالجائزة، award أو winning فائز بالجائزة، balance يتوازن ويوازن، balance توازن، balanced متوازن ومتزن، bias يتحامل تحامل، biased التحامل نفسه، biased أو biased بإضافة الاس كمان متحامل متحيز، unbiased موضوعي شخص حيادي، cheat غشاش أو يغش، cheat cheater غشاش cheating الغش،
كليم 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 يزعم، وكليم زعم وادعى. كونكلود معناها يختتم، كونكلوجن الخاتمة والخلاصة، كونكلودينج ختامي، كونكلوزيف جازم أو قاطع، كونكلوزيفلي بشكل قاطع. كونتريبيوت يساهم، كونتريبيوشن المساهمة، كونتريبيوتر الشخص المشارك أو المساهم، كونتريبيوتري مساهم ومشارك. كروس 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 يعني يعبر أو يجتاز، كروس يضع علامة، كروس أو كروس علامة أو هجين مزيج، كروس غاضب ومتضايق، كروسلي بغضب. ديكلاين ينخفض، ديكلاين انخفاض، ديكلينينج المتنخفض أو متناقض. دراج يخدر، دراج المادة نفسها، دراجست الصيدلاني، دراجد مخدر. افيشينسي كفاءة، افيشينت كف افيشينتلي بكفاءة. اكزاست يرهق، اكزاست عادم السرطان أو شكمان. اكزوشن إرهاق، اكسوزف شامل، اكزاستد مرهق، اكزاستنج مرهق، اكزاستيفلي بشكل شامل. اكسبيرمنت يجري تجربة، اكسبيرمنت تجربة، اكسبيرمنتيشن التجريب. اكسبيرمنتر مجرب، اكسبيرمنتال تجريبي، اكسبيرمنتالي بشكل تجريبي. فرون يعبس، فرون فرونينج اللي هو العبوس او قطب الجبين. جرامبل يتذمر، يكثر من الشكوى اللي هو بيفضل يشتكي كتير. جرام شخص متذمر، جرامبنس التذمر، جرامبي حاد الطباع، جرامبلي بتذمر او بتأفف. اميرس يغمر، يندمج، ينغمس، يستحوذ، يبهر. يجي منها اميرجن اللي هو انغماس او الغمر في السائل، اميرزد منغمس او مندمج، اميرسيف مبهر شديد الجاذبية. implement يطبق، implement أداة، implementation التطبيق التنفيذ، improve يحسن، improvement تحسين noun، improved صفة. inspire يلهم، inspiration الإلهام والوحي، inspiring ملهم، inspired و inspirational ملهم وتشجيع وتحفيزي. install يثبت، يجي منها installation التثبيت، installment أو installment اللي هي بمضاعفة ال L أو من غير مضاعفة ال L التقسيط. installer البرنامج أو الشخص الفني اللي هيركب. investigate يحقق، investigator المحقق، investigation تحقيق، investigatory تحقيقي. طيب اللي بعده طبعا ما فيش فيرب من الصحافة، journal صحيفة، journalism الصحافة، journalist صحفي، journalese لغة الصحافة، journalistic معناها متعلق بالصحافة. طيب ليكتشر يحاضر، طب تجي ليكتشر محاضرة، ليكتشر اللي هو الشخص المحاضر. mentality العقلية، mental عقلي، mentally عقليا وذهنيا. manage يدبر، management الإدارة، manager مدير، manageable مطيع. طيب mass produce ينتج آليا بالجملة، mass production إنتاج، mass produced منتج آليا. mislead يضلل، misleading تضليل، misleading أو misleadingly بشكل مضلل. mute muted mutable. naughtiness naughty naughtily. occurrence يحدث وحدوث. omit يحذف، يجي منها omission الحذف. operate يشغل أو يجري عملية جراحية، يجي منها operation أو operator عامل التلفزيون. patient مريض، patience الصبر، يجي منها patient مريض، patiently بصبر. physics الفيزياء، physicist اللي هو عالم الفيزياء، physical بدني وجسدي، physical مادي وملموس وطبيعي. pirate يقرصن، يجي منها pirate قرصان، piracy القرنصة، pirated مقرصن. place يضع، يجي منها placement الوضع أو التوظيف أو التشغيل. pout يستاء يتجهم، pout استياء، party عابس. prejudice يحرض على، prejudice انحياز، prejudiced عنصري، prejudicial ضار ومؤذي. بعد كده procrastinate اللي هو procrastinate يؤجل يماطل، يجي منها procrastination المماطلة أو التأجيل. produce ينتج، produce ناتج زراعي، producer المنتج سواء شخص أو شركة. production عملية الإنتاج نفسها، product منتج، productivity اللي هي الإنتاجية، productive منتج، productively بوفرة. reduce reproduce يتقاصر، produce ينتج، طب reproduce نعيد كمان إنتاج، يتقاصر، reproduction التقاصر أو النسخ. تمام. progress يتقدم، progress تقدم، progression التقدم، progressive تقدمي. promote يروج، promotion و promoter اللي هو الشخص المعين.
كواليفاي يتأهل، يجي منها كواليفيكيشن مؤهل دراسي، كواليفايد حاصل على مؤهل صفة، ريكورد يسجل، ريكورد سجل، ريكوردر جهاز التسجيل، ريكوردرينج التسجيل نفسه، ريكوردد حاجة مسجلة، ريفلكت يعكس، ريفلكشن انعكاس، ريفلكتور سطح عاكس، بعد كده ريفلكتيف عاكس، سكالد يعنف، سكالدنج التوبيخ، شير يشارك، شير وي شيرنج المشاركة، وشيرد مشترك، تشوك يصدم يفاجئ، تشوك صدمة، تشوكينج او تشوكد مصدوم، سبين سبين يلف، سبين لفة ودورة كاملة، سبينينج دوار. طيب سبوز يفترض، سبوزيشن افتراض، سبوزد مفترض، سبوزدلي من المفترض ان، سيرجن وسيرجي جراح وجراح، هيجي منها سيرجيكال جراحي، سراوند يحيط به، سراوندينجز البيئة المحيطة، سراوندينج او نير باي معناها قريب ومجاور، سويتش مفتاح، وسويتش سويتش يبدل ويتحول، وسويتش لو هي نوع المفتاح، تريت يعالج، يجي منها تريتمنت علاج ومعالجة، تريتابل قابل للعلاج، فاري يتنوع، فاريتي التنوع، فاريوس متنوع، فاريبل متغير، وفاريبلي بشكل متغير. تمام بعد كده ندخل على كي اكسبريشنز وايديومز، المصطلحات، بيجيب لي مصطلح كامل والترجمة بتاعته، هنبدأ فيها من الاول الدقيقة 30.